احنا بنفكر لمين ولصالح ايه. ايوه اذا كنا احنا عايزين نحسن دخول الناس مش من دخل ابو 2500 جنيه، انا لو عايز احسن الفقير والمعدم ما هو ابو 2500 جنيه ده معدم برضه ومحتاج تحسين. ما ينفعش احسنه ازاي؟ اشيل الاغنياء الحقيقيين. انا عندي في 100 حاجه لو عايز اوفر في الموازنه. أيوة. انت عندك دلوقتي العربيات اللي في الوزارات اللي استهلاكها قد ال 50 جنيه وال 60 جنيه بتاع التموين ده 100 مره، اتكلم فيها الاول لما اوفر التنقلات بتاعت كل مدير اداره وكل مدير مديريه وكل وكيل وزاره وكل مش عارف ايه وكل ايه صح. بياخد عربيه ولها استهلاك وسواق وبنزين و طب ما دي مصادر تمويل. ابدا انا اعمل تقشف حقيقي في الوزارات وبعدين ابدا ابص لابو 2500 جنيه. مفيش منطق يقول ان واحد 2500 جنيه ما ياخدش تموين او ما ياخدش. المفترض دلوقتي انا اساسا ادور هو اساسا فين التموين حضرتك؟ السكر اللي احنا بنتكلم عليه دلوقتي اساسا ما بينزلش الا بنسبه بسيطه جدا في التموين. ده حر حر ازاي؟ طيب هو مش موجود. هو الدعم عندك ليه؟ هو موجود. يبقى انا اولوياتي كنائب. انا اولوياتي كنائب اولوياتي كنائب حضرتك اللي معلش اولوياتي كنائب ان انا اوفر السكر الشارع حر. بعدين ادور مين ياخد ومين ما ياخدش. الشارع حر مفيش جامع عليهم. مش عاوزين نهم الناس يعني. هو موجود مفيش جامع عليه. الدعم 43